ثانية واحدة، لحظة يا ابني. ماشي، هعمل ايه يا باشا؟ وقف وقف. يبقى انا بعمل من هنا الكونفيجريشن. طب ما تشوف، ما تص ما تعمل، سجل ما انت يلا، مسجله. سجل تاني صوت، ايه ماشي، المشكلة؟ في الان ديفولت بروتكشن. ده ان ديفولت، ان ديفولت بروتكشن، يعني دي مانوال كلوز. ده مانوال كلوز. لا دي اند فولد بروتكشن بقى، انسى اسمها ايه؟ اند فولد بروتكشن تريب. ماشي. طيب لما نفعل هنا الباينري انبوت ده، هنيجي في سيكونس ونعمله من الباينري اوتبوت. نعمل هنا اول نشغله عند ستيج 1 هنا، ونضيف واحدة تانية، نعمل واحد عند 1000، وبعدين نعمل التاني. مش عاجبه ليه؟ دي تكون اقل من اللي فوق مؤقتا بس، ولا طب ما تزود اللي تحت الاول. ماشي، عشان اخرج منها لازم اقلل اللي فوق الاول. دي كام؟ 1100 او 1010 زي ما انت فاهم. 1010 10 يعني، بدي كام؟ حط 1010 تحت، حط 1000 تحت، من فوق 1000. ركز بقى هذا كده صح، ما هي كده صح. وبعدين فكده ده اللي هيديني اختبار ايه؟ هيديني الرقم الكبير اللي هو مش عارف تي 1 بلس تي 2 بلس كلوز بلس. لو هو بقى عمل كده مفيش حاجة عنده خالص، هيديني 65 اللي هو التايم بتاع البيك اب الاند فولت. ولو عمل زود التايم بتاع ده ب 1100 ورجع تاني ديت، يعمل كلوز بالص، هيضيف ال 100 مللي سكند اللي الكلام ده يبقى 200 وشوية، 265. ده كده الانت فولت بروتكشن. واخد كارنت عادي جدا، الكارنت باص زون زي الشيك زون، وده المانوال كلوز على الريلي متعرف على انه مانوال كلوز، وده الاوتبوت من كونتاكت اسمه الانت فولت بروتكشن. ده المهندس محمد صلاح.